اول لعبه حركيه معانا وهي لعبه كره اليد. هنشوف دلوقتي هنلعب كره اليد ازاي. موجوده مع حضراتكم. ما تقلقش يا غب، ما تقلقش، ادي لا انا مش سكور محسوم. ماشي اوكي، انا عجبان الثقه. بس في الزنيش مجموعه من الكور. ان كنت ناس افكرك يا بيه اهو يا بيه مستهترين بينا اهو على فكره. طيب لعبه كره اليد في خط الدفاع هنلعبها ازاي؟ هنلعبها بطريقتين، طريقه حواجز وطريقه عن طريق ممكن نلعبها واحنا مغميين عينينا. بس هنبدا بان انت شايف كويس او قدامك بس في حاجز محطوط بيعرقل وصول الكره للمرمى. دي واحنا مغميين؟ لا مفتحين. لا كده واحنا مفتحين، بس كل مره انا بزود لك عائق، كل مره بحط لك قمع من القمع ديت بحيث ان هو ايه يعمل حاجز ما بينك وما بين المرمى. يعوقني. يعوقك جامد. طيب مين يحب يبدا يا جماعه؟ يد ولا قدم؟ بالايد ولا بالرجل؟ لا بالايد، هاند بول. اوكي ماشي يلا. هاند بول بس بتتلعب على الارض. يعني خلص الذئاب. لا الذئاب، الذئاب الاول. لا انت يا بيه. لا لا ما تجيش. لا ما تجيش. ما ينفعش يا بيه. لا 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 عايز اعرف ايه سر. انا بكبر للناس. لا 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 يا بيه. طب بصوا يا جماعه دلوقتي انا بلعب معايا ست كور تمام؟ لسه مش عارف استخدم الكره الكبيره ولا لا، بس انا بلعبها ازاي؟ الكره اهي من خلال المنتصف او السنتر بلعب الكره تمشي على الارض. تمشي على الارض لان سهل ان انا احطها كده من فوق القمه. طبعا طبعا. فتمشي على الارض تمام؟ يعني اهو هدف تمام؟ جميله. بعد كده بزود لك حاجه. متاكد انه هدف؟ لا ده مش هدف. ده مش هدفي. يلا مين يحب يبدا؟ يا ذئاب. يلا يا بيه والله عشان خاطرك انت يا استاذ ذئاب كبير. انت حبيبي بس ذئاب كبير. عشره كبيره وعشره العمر. كفه كبيره. انت استسهلت دي من عارف. المشكله من الجاي. ايوه يلا يا بوب. بسم الله. بسم الله. سهله اول واحده سهله. الله عليك. واحد. الله. ثقة وليك. لا 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 لا. تحكم عجيب في العضلات. أيوة. برافو يا إيهاب. برافو. تفضل. شفت عشان برافو بيكافئني. أيوة. طبعا. كفك. تفضل. أي كرة من دول برضو؟ عادي. ماشي. عايز نروح نشتري لك غيره؟ يا سلام يا إيهاب. برافو عليك. انا فقت. انا فقت خلاص. انا فقت. انا قلت اشوفك بس خاف على ايدك. كورتين ايهاب جايب جايب جونين. اتفضل يا ايهاب. تمام اتفضل. هتلعبها ازاي دي بقى يا سيدي؟ لا شاو 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 شاو. اروح اعمل لك كده. اروح اعمل لك كده. تمام. ها. لا يا جماعة الموضوع اختلف. بعد جلسة الكهرباء. لا انت بس ركلسني واكلني وانا هعجبك. كده اربع تجوان جايبهم ايهاب. اتفضل ايهاب. هتعمل ايه بقى هنا بقى؟ بسم الله. يا صعبت قوي والله. الله. برافو يا ايهاب. برافو برافو. اتفضل يا ايهاب. الحمد لله. يلا اتفضل. يلا بينا. بسم الله. الله. لا 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 ده موضوع. لا 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 كده احنا مش هنلعب اللعبه. يعني خلينا نكون صريح. لا فرق معاه الساندوتش. الساندوتش فرق معاه. تمام جامد. لا تمام. تحيه لعم حسين. ده اتبدل يا جماعه. ده واحد تاني. ده واحد تاني صدقني. في فرق كبير برضه. بقول لك جلسات الكهرباء مش مصدق عينيا. ممكن البس هنا. يلا يا استاذ محمد غريب. يلا غريب. يلا بينا. ما تقلقش يا غريب. ما تتهزش. انت عارف يعني احنا هنحاول بس. انت ابدا من الصعب. لا لا غربه. انت بتتكلم في ايه؟ جاب السته. صح. ايوه جاب السته. ايهاب بكير ما شاء الله. بقول لكم اتبدل عبال ما يخويهم يا حبيبي. ما بحبش اتكلم عن نفسي. لا لا. ما شاء الله. برافو يا ايهاب. الحمد لله. ايهاب ناوي على الفوز النهارده ولا ايه؟ ان شاء الله. ودلوقتي معادنا مع محمد الغريب. سهله طبعا جابها. ايه شويه ايه ده من كده. ماشي اتفضل. جاب الثانيه. برافو. ثالثه. حلوه. اوه حطتها لك على طول مكان ما تلعب. اروح حاطط
لا هنا الغلط. ايه بقى؟ ما ينفعش تيجي كده. طب انا هقول لك بقى حاجه. ها كان ايهاب واقف هنا في المركز في ده كده. انا بقول لك الحق لو عدنا في الفار رجليه في السنتر. لا رجليه في السنتر. انا بقول لك اهو لو عدنا في الفار بقول لك عشان كده كنت مستغرب. لا رجليه في السنتر. لا يا استاذ انا بحافظ على الكوره كده يعني. اه لازم تبقى رجليك في السنتر. يا سلام اهو اتفضل اتفضل. ايه بقى؟ يلعب ده في اثنين. هي الزحمة بدري اللي مش وقت ثروة. انت ما جلتش وقت ثروة. ماشي لازم تبقى في السنتر. برافو كده. ها 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 هيغلط 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 باينة قوي. هوبا 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 بره. صعب انك تبقى ايهاب بكير. انا معرفش ازاي معرفش بس انا بقول لك اهو راح البوفيه. لا ما هم ما كانش مقفلهم كده. أيوة. بس مش مشكله هي كانت كده بالظبط. باشا بص لا القمه الاخير ده كنت فاتحه شويه كده. يعني انت بتشكك في الفار؟ ثواني يا باشا. بتشكك في التحكيم؟ يا بيه عيب عليك يا بيه. مش اول مره. هوبا هتجيبها ايه من هنا اهي. سكرو تدخل جون على طول. سكرو ايوه رجليه معديه الخط الزاويه دي شويه. لا هو لو عملها سكرو تدخل. يا راجل حلو. يا راجل لمست القمه بس ما حلو 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 كده. يبقى خمسة ستة وإيهاب جايب ستة. ايوه ماشي. ومحمد غريب جايب خمسة ان شاء الله. في ستة جايين اهو باذن الله. شيل بس الإقماع دي. يلا ايوه خمسة ستة كده. ايوه ايوه هي اسمها 6 5 لو سمحت. لا لا معانا مداخله تليفونيه استاذ احمد سند. استاذ احمد سند اه يلا يا استاذ ياسر. فهمت كده احنا فين؟ هنشوف ياسر يعمل ايه. لازم رجليك تبقى ياسر زكروني داخل بالكوره. ويا سلام يا سلام ثقه مفرطه. انا حابش اتكلم عنها. الله تبارك الله. ماشي اوكي. واحد لا شيء. يلا بسم الله. اثنين لا شيء. برافو. ثلاثه لا شيء. بص هو بص على طول اروح رايح قافل. هي بانت النهارده ماشيه ازاي الدنيا. شوف الواد بيعملها ازاي. في العارضه. معلش في العارضه. معلش امال لما اقفل هتعمل ايه كده وكامل. رابعه دقيقه للاسف وقعت فمش هتتحسب. خمسه فيهم ثلاثه فقط. معلش هنشوف دي خير. احسنت يا اسو حبيبي حبيبي. السته هنشوف اتلعب ازاي. وللاسف ده راجل مستعد. بص الراجل عمل سته فيهم ثلاثه. يبقى الغريب جاب خمسه. ايهاب بكير جاب السته. ياسر الزنكلوني جاب ثلاثه. يا سلام. امال ايه؟ هنشوف دلوقتي. انا ياسر خالد محروس هيجيب كام في كوره هنا كمان. انا بدات اهبط اصلي. انت محتاج السياره. محتاج جلسه كهرباء على طول. ماشي خالد محروس جابها. هنشوف دلوقتي بعد دي هيعمل ايه. الثانيه جابها. الثالثه جابها. هدي هنا كده يا استاذ. خد استنى العائق لما يتحط. ده بيلعب قبل العائق. لا ما بيلعبش هو. صح كده. ازاي بقى؟ أربعة فيهم ثلاثة. الله عليك. أربعة فيهم ثلاثة. أيوه ركز يا خالد. كنت مركز كويس. أربعة فيهم ثلاثة. أنت بس أنت مش ما هي زيها بالظبط والله. لا 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 هي والله هي 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 حلوة يا ابني. أقول لك يا سلام. خمسة فيهم أربعة أهو بحطها كده زي الثانية. ماشي ها ركز فيها. ركز فيها برضو. ركز فيها. ما وقعتش جول. جول يا مارادونا. مارادونا فيهم خمسة. يعني هنا خمسة وخمسة وهنا ستة وثلاثة. ثلاثة واحد. واحد ستة وثلاثة. تسعة. يعني في مشاكل. ليه؟ يعني بدأت المسألة تبقى فيها قلق شوية. تمام الحمد لله. طيب تعالوا بينا بعد فقرة خط الدفاع نشوف الدرجات وصلت لفين. شعلالة 100 درجة. ماشي. وشعلالة 90 درجة. الفرق 10 درجات بس. ياه حيرتنا معها الكرة دي ولا ايه؟